تحياتي لكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما كتشوفوا الموضوع ديال اليوم غنهضروا على العيد الكبير. العيد الكبير هو أزمة اقتصادية، ودابا العيد الكبير هذا جا مع أصعب تحنسيرة دازت في التاريخ ديال المغربية، صعيبة بزاف. عرفتي تصور الخوت اللي كنسول بزاف، راني كنسول وكنقول ليه أنت كيفاش القضية ديال العيد، كيقول لي يا ربي ما يكونش، يا ربي ما يكونش. الله العظيم الخوت ولو ما فهمتش الناس ولاو كتهربوا منه بزاف. وتصور دابا الغريب في الامر الخوت ماشي غير الرجال، حتى العيالات كنسولهم كيقولوا لي لا لا ما عندناش باش نشريو هذا العام، يا ربي عام يكونش، يا ربي عام يكونش. تخيلوا معايا الخوت، الناس ولات كتطلب العيد ما يكونش. ازمه، تخيل بنادم عنده الوليدات وعنده والو كي غيدير معاه؟ ترى هي نورمال راه ماشي عادي، راه هي سنه غير مؤكده، بنادم ما عندكش في استطاعه ديالك عادي، ولكن المشكل المجتمع ما كيرحمش. تخيل ما عندك وليدات وخرجتي بلاش، واحد جارك كيشعل الدخان. ودابا الغريب في الامر هاد مجتمعاتنا ما كيعيش داك التناقض. تري عارفك ما معيتش، ترى واحد قرب تيزيد الفاخر، وتري يزيد يزهر الجمر، بديت يزهر الجمر بالرب. دابا ممكن كاع كانت هاد الازمه الاقتصاديه اللي ولا كل شيء عاد الفلوس وكل شيء عايش بخير، وداك الشيء اول شيء كيعيق على شيء. كيجي واحد كتريح تو صاحبك في القهوه كيقول لك اه صاحبي شريتي ولا مازال؟ كتقول لي لا مازال. كيقول لك اه اليوم كتفربروش شريت، مش عارف كتسولي انت باش تسولي ترى كي لوح لك هو ديك الفخ باش تسول، مش عارف شريتي؟ كيقول لك واش شريت 90 وي ديك الوقت. الاخر حتى هو اش كيدير؟ كيمشي كيدور في الاخر يشري 90، كيمشي يشري هو 110. غير حتى هو كيجيب القهوه كيعيق عليه، راه قلت له ما حد السوال ما شريت من السوال، كيقول لي مش عارف شريتي؟ كيقول لي شريت 110. ودابا الغريب واحد القضيه اخويا، العام اللي فات واحد صاحبي سولت، والله ما نكذب عليكم الخوت، دابا هو تخيلوا معايا النقطه هذه واعر، دابا هو شاري جوج ب 110. سولته قلت له انت شريتي تجربتي بالعيد شريتي؟ قال لي اه شريت. قلت له بشحال شريتي؟ قال لي شريت جوج ب 110. واحد ماشي معرفتش 65، واحد وقلب شي 45 ولا بحال تسول. المهم 110 جوج. قلت له يا على الحساب نتوما عندك العائله كبيره؟ حتى قال لي لا راه انا والمراه وجوج وليدات صغار. ودابا انا عارف واكيري واكيري، دابا ملي سولت ولد لي واش العائله كبيره، قال لي لا راه انا والمراه وجوج وليدات. قلت له مالك اصاحبي على جوج؟ قال لي لا انا عيني كبيره وانا هادي، وانت عينك كبيره في الحولي ما عينكش كبيره تشري شي بارتمون ولا شي فيلا وسع عليا تسع فيها انت والدراري، لا عينه كبيره هو في الحولي. دابا هذا مالو؟ عنده تو ديك الثقافه ديال ناري الجيران غيشوفوني ناري، خصني نجيب شي حاجه واعره نبان واعر قدام الجيران، باقي عنده ديك العقليه. وبحال ماك انت اغلبيه كاين بحال ماك اغلبيه، اجي تقول لي لا حكا راه تابعين الراي ديال عيالاتهم ولا العيالات كيتشرطوا عليه، وهضر خاوي هذيك ما كاينش هذاك الشيء. راه هو كاين اللي كيكون مريض لا في العيالات ولا في الرجال، مريض موسوس ناري غيشوفوني ناري غيقولوا عليا ناري غيدير، باقي كيعيش في العصر هذا ديال ناري غيقولوا عليا ولا ما عمره غيدير شي حاجه، وخا تجي فيل شي وخا تجي فيل غيقولوا له شو ميل الجهه. ضروري المغاربه كيهضروا، خاصهم هما المغاربه ضروري ما كيحملكش، خاصو ضروري يلقى لك شي تخريجه. شي مغربي ما كيحملكش يلقى لك شي تخريجه باي طريقه، وهما باقي لك تي غلط غتبقى غادي عايش بداك الشيء، غادي تعيش حياتك كامله معذب موسوس صافي. كل واحد يقول اللي بغاه، وكل واحد نعيد ندير داك الشيء اللي في راسي انا. سير على قد جيبك، عندك 46 سير خذ 46، عندك 40 سير خذ 46، ما غتبقاش بلاش. المهم 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 هو المعمع، هذا هو المهم. والمشكل اصاحبي بنادم دابا ما خدامش. تخيل انت هو سولت ضحكني وحق الله العظيم، قلت له اش درتي بالعيد؟ قال لي يا صاحبي انا ما عنديش فلوس العيد. ودابا قال لي شحال باقي شهر وشي لعيبات؟ قال لي واخا ندير 100 درهم في النهار ما غتفلاش، وفين هي 100 درهم بعدا؟ قال لي منين غنجيب انا 100 درهم؟ قلت له واش غدير؟ قال لي حنا غنتسناو تنشوفو كيفاش. بحال دابا كيتسنى شي حاجه توقع، ما يمكنش شي حاجه اللي ما غتوقعش. غريبة صاحب، مازال اللي كيكون خدام دابا وما عنده واحد كيما نقولوا واحد الصالير فيكس ولا صعيب راه معول، واخا يكون خدام بالسميك راه المهم غيشد هذيك اللعيبة غيبني عليها. ترى اللي ما خدامش ما عنده لا سميك، انت مازال سميك دابا والله العظيم شي سميك واحد الوقت كانوا كيعايروه يقول لك لا السميك ما قادناش، وانت والله تيتزاروا هذوك واحد الرب تيتزاروا، ترى كاين الالاف المؤلفة ما عداتش. بغي 1000 درهم في الشهر ما عندهاش، ما كتدخلش 1000 درهم في الشهر، ترى ماشي اقل من دولار في النهار كتدخل. كاين اللي 1000 فرانك ما كيتصرفش عليها في النهار ما كيدخلهاش الخوت، والله حتى كاين بزاف، وبالخصوص هذا العام، هذا العام راه الاربع ايديسيون بزاف. ملي وليت انايا كنسول العيالات بحكم بيع وشراك، عارفين انتم كون بيع وشري انا فيا كنبغي نعرف
كتسول اي واحد اي واحد كنقول لها انت واحد لا يقرب ولا ذلك ندير لها جا صنب ترى صاحبي راه كل شيء واقع راسه ترى اللي دويت معاك كنسيني همي انا كنسيني همي وحق الله العظيم وحدها صاحبي راه سولتها قالت لي قلت لها واش كاين شي وليدات قالت لي اه قلت لها واش درتي قالت لي والله ما غنشري قلت لها كيفاش قالت لي ما عندناش وتخيل بكري راه كانت المرض تقول لي الا ما جيتيش لي العولي ما تجيش دابا صافي هو حتى العيالات وصلوا لقاتنا عبد انه ما كاين والو تحنس لهذا الوقت والله يدير شي تاوي ديال الخير الخوت المهم من هادشي كامل ربي كبير الله يدير شي تاوي ديال الخير ورجعنا في الله انسان يكون اعتقاده في الله سبحانه وتعالى حتى واحد ما غيبقى بلاش هذه باينه كل واحد يجيب لي الله رزقه ما تعرفاش منين تجي لذلك الخوت تحياتي ليكم بارطاجيو لنا الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك ديروا لايك ديروا لايك خلونا شي كومونتير زوين